عن أبرز ما جاء في الصحف العربية والدولية. الصحافة العالمية سلطت الضوء عن مباراة المنتخب الوطني أمام البرتغال اللي أقيمت أمس وانتهت بفوز البرتغال 2-1. جريدة إس الإسبانية اللي قالت إن مباراة مصر والبرتغال شهدت مواجهة خاصة جمعت بين كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وانتهت لصالح نجم ريال مدريد اللي أنقذ منتخب بلاده من الهزيمة، وده طبعا بعد ما نجح في تسجيل هدفين متتاليين بالوقت القاتل. وأضافت الصحيفة إن قرار كوبر المدير الفني للمنتخب المصري باستبدال محمد صلاح قبل نهاية المباراة ب 12 دقيقة ومشاركة شيكابالا بدلا منه رجح كفة المنتخب البرتغالي في ظل بقاء كريستيانو رونالدو على أرض الملعب. صحيفة تابولا البرتغالية في المقابل بقى أشادت بالنجم كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني وقالت إن هدف رونالدو منح البرتغال فوزا مجنونا. وقالت الصحيفة أنه رغم تقدم المنتخب المصري بالنتيجة إلا أن رونالدو تمكن من تحويل النتيجة لصالح منتخب بلاده. يعني واضح إن في تحيز غير عادي. صحيفة آي الصادرة عن صحيفة الاندبندنت كتبت تقرير عن العثور على جدارية لحتشبسوت. خلي بالكم في اهتمام عالمي غير عادي بكل ما يجري على الساحة الأثرية. أي اكتشافات يمكن بيعرفوها سريعا أكتر مننا بالخارج، في اهتمام غير عادي. وهتلاقوا كمان معمول تقليد في إسبانيا للمتحف المصري، في فرنسا برضو كل الدول بيبقى فيه مسلات وحاجات بياخدوها من عندنا. الحقيقة في تشبيه كبير قوي للحضارة المصرية الفرعونية تحديدا، وفي اهتمام كبير قوي. التقرير ده قال انه تم التعرف على جدارية نادرة لحتشبسوت اللي حكمت مصر من آلاف السنين. الجدارية دي كانت في مخازن متحف سوانزي في ويلز 40 عام قبل التعرف عليها، كانت في المتحف ده في المخازن. وتم التعرف على الجدارية في مركز المصريات في جامعة سوانزي أثناء دورة بحثية لطلبة السنة الثانية لقسم المصريات. وكانت الجدارية دي قد وصلت إلى سوانزي عام 71، بتصور بقى رأس امرأة وتم النقوش عليها كتابة بالهيروغليفية، وفي رمز على جبهة المرأة بيدل على أنها لفرعون حاكم.